لازم الدور حاله خاصه. انا شخصيا تعاملت معهم اطفال عندهم احساس وحنان بزاف، نحاولوا في كل سنه نتوقفوا على الاقل في هذا اليوم هذا باش نضربوا مع الشريحه، لانه علاقه عمو يزيد بهاد الاطفال هذو علاقه وطيده. هي عفدا هكا وجا عمو رفيد و بعد نديرهم درما او احييهم. وانا نتاعنا ما جيش نطلع ولا ما نطلع يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة. بحنا عندنا دول الحفلة بتاع الله ونركبوا بابور. ماي فرحانة بزاف وعجبني بزاف الحفلة.